السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة للموضوع السابق المتعلق بمسألة مليون ونصف شهيد التي طرحتها في الفيديو السابق، وقلت في نهاية الفيديو أنني سأنتقل إلى الحديث أو الإجابة على ماشي طروحات، على الطرهات التي يرمي بها بعض الجزائريون، والذي يتحدثوا يقول لك أننا الشعب الوحيد الذي حرر وطنه بالرصاص وبالدم، وأن احنا المغاربة ما عندناش شهداء وما قاومناش. إذا من دخل الاستعمار في 1912 حتى خرج في 1956 احنا كنا جالسين كنتفرجوا، يعني واحد المجموعة ديال كاين واحد جوج ديال الخصائص، جوج ديال الخصائص ما كاينينش في الجزائر، ما كاينش المنطق وما كاينش الحياء، حيت كيخرج فيك عينيه بدون حياء وتيقول لك شي حوايج اللي ما تقبلهاش العقل وما كيعتمدش المنطق. انا قبل ما ندخل للموضوع نعطي واحد المجموعه ديال الامور، كنت نبقى نوسع النقاش في هذه المساله هذه، لان دائما يعني من اجل تعميم الفائده. فعلا الجزائر هي في المقاومة ديالها هي الدولة الوحيدة اللي قاومت، ولكن هي الدولة الوحيدة اللي ما قاومتش بوحدها. الجزائريين هم الوحيدين اللي في المقاومة ديالهم عاونوهم الناس، عاونتهم الدول، وأنا أتحداهم أنهم يتبتوا لينا، لأن لاحظت دابا في الفيديو السابق في التعليقات ديالهم وانا تحدثت على المليون ونص شهيد وعطيت واحد المقاربه علميه، ما كاينش اللي يقدر يجاوب ويجيب ارقام ويسكتنا ويقول لنا لا هالارقام ما عندهمش، كيلجؤوا لذاك الاسلوب الرخيص ديال السب والشتم ويبدي يهضر معك بحال واحد قال لك حسدتونا على الشهداء ديالنا. شنو مستوى كيداير حسدناهم على الشهداء ديالهم؟ اش غتفهم في هذا؟ يعني انني صراحه بعض المرات تتوقف عندي التفكير، ما تبقاش قادر نعرف كيفاش نجاوب هاد الناس. ما كيجاوبك ما يعطيك لان كنعتبر هادشي اللي تنقولو انايا مجرد طروحات. ايوا سيدي جاوبني، اعطيني انت الحقيقه، قولي لا اللي كاين واللي كاين وبالارقام وبالاحصائيات. والعيب والعار اننا الى تبتي نعتذر، ندير فيديو كله من اجل الاعتذار. حنا متاكدين ملي كان قصفوكم كنعرفوا بان ما عندكمش الرد، لا تملكون الرد. اذا قصه المليون ونص الشهيد هي اكذوبه غير صحيحه، لا تاريخيا ولا علميا ما يمكنش تكون. اذا انتم لا تملكون الجواب. في الرد ديالهم دائما كيردوا بداك الاسلوب اللي ما تقدرش ما عندكش باش تجاوب. المسألة ديال قال لك كيقول لك أنهم الدولة الوحيدة، فعلا الدولة الوحيدة التي نالت استقلالها بدعم أممي، ماشي دعم أممي، دعمهم المغرب وتونس ومصر، دعمهم الفرنسيين الأحرار، دعمهم الألمان. أنا اكتشفت مؤخرا وهذا شيء جميل أن حتى الكويتيين تاهما دعموهم، يعني مجموعة ديال الدول دعمت الجزائر من أجل نيل استقلالها. وهذه كما تيقولوا ردها عليا إن استطعت، أتحداكم أنكم تبتوا العكس. كل هذه الدول الأسلحة كانت كتجي من مصر، كتجي من أوروبا، فين كانت كتنزل؟ إما في المغرب وإما في تونس، لأن ما عندك إن الموانئ ديال الجزائر كانت كلها تحت الرقابة ديال الجيش الفرنسي. السلاح كان تينزل في شمال المغرب وتحديدا المنطقة ديال الناظور أو في تونس. الأسلحة كانت كتجي من الأسلحة جات حتى من الولايات المتحدة. وراه كاين فيديو ديال اظن ديال لا اتذكر واش اي تحمد ولا بن بلال اللي مشى عند الحسن الثاني وقال لي كاينه واحد السفينه جايبه الاسلحه من الولايات المتحده. قال لي الحسن الثاني انا نعطيك الترخيص باش تخويها في المغرب، ولكن بشرط حتى شي قطعه سلاح ما تبقى في المغرب، كلشي يدخل الجزائر. واش راه كاين راه مشجع، راه فيديوهات الناس تتحدث ماشي مكتوب. هذا كلام انا اظن واش الحسين اي تحمد رحمه الله عليه. إذا الدول كلها، جمال عبد الناصر كان يصيفط السلاح وكان ينزل
منطقه كبدانه في شمال المغرب الناظور، وكان من الناس اللي كانوا كيتسلموا هذه الاسلحه العربي بن المهيدي رحمه الله عليه. يعني ان الناس كل شيء ساعدكم انكم تنالوا الاستعمار ديالكم. كاين واحد المعطى اخر هو حتى هو يثير الضحك، وكان قالوا بخروبه في الكلام ديالو، وحنا هما كلشي كلامهم يرددوا ما كان يقوله بخروبه. تيقول ان المغرب والجزائر، المغرب وتونس استقلوا وغدرونا. كيفاش غدروكم؟ في حين ان ابن بله قال هو انه جلس مع محمد الخامس وقال وتناقش معاه وقال له ودي فرنسا عرضت عليا الاستقلال، شنو بغيتوني ندير؟ واش نرفض؟ واحد قال لك تخيلوا معايا دابا فرنسا قالت اتفقت انا تعطي المغرب الاستقلال بعد العوده ديال محمد الخامس من 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 مدغشقر. كان الاتفاق سنه في نوفمبر 55 بدا الاتفاق على استقلال المغرب. واش محمد الخامس يقول لهم لا ما بغيتش الاستقلال؟ لا لا سمحوا لي جلسوا حتى تستقل الجزائر. بقى يقول لهم ها العار الا ما جلسوا. ما الناس ما عندهاش منطق. كيفاش انا كنحاول نخضع هذه المساله للعقل؟ ما كيقبلهاش العقل، ولكن الجزائري يقبلوها. الجزائري لا يتعامل بالعقل. كيفاش واحد الدوله بغات تخرج مستعمر غير يخرج من المغرب وتونس، يجلسوا المغاربه والتوانسه يقولوا معنا حنا مزاوقين ولا تجلسوا تنستقلوا بثلاثه؟ هذه راه ماشي عراضه، راه ماشي جالسين في عزومه كما تيقولوا المصريين. هذه راه دول واستعمار واداره، كيفاش ولا تجلس ما تمشيش حتى. الغريب في الامر هو ان الجزائريين يقولون، انا كنجاوبهم، يقولون ان المقاومة الجزائرية هي اللي سرعت باستقلال المغرب. أرون حسبوها، حيت هما ما تيحسبوش، هما ما عندهمش المنطق، هما ياخذون الفكرة طرح كيلوحو شي واحد وكيآمنوا به وتيعنقوه وما تيناقشوش. إلا كيفاش المقاومة الجزائرية اللي عجلات باستقلال المغرب؟ حنا نقراو التاريخ، حيت حنا كنعرفو شنو هو التاريخ. محمد الخامس رحمة الله عليه مشى داو للمنفس 20 غشت 1953، رجع في نوفمبر 18 نوفمبر 1955. المقاومة الجزائرية انطلقت في 1 نوفمبر 1954 مؤتمر الصومال أو ما يسمى بثورة نوفمبر. إذا من 1 نوفمبر 54 واحد 18 نوفمبر 55، يعني سنه. واش السنه ديال المقاومه ديال الجزائريه اللي غتحرر المغرب زعما في هذه السنه هذه؟ وهذه السنه يلاه المقاومين يلاه كيديروا الحركه التسخينيه، يلاه كيزيتوا الاسلحه وكيعرفوا. في عام درتوا عام ديال المقاومه صافي حررتوا المغرب وتونس. حتى شي حاجه عندكم ما خاضعه للمنطق. الجزائريين حتى شي حاجه عندهم ما خاضعه للمنطق، كلامهم كله كلام مرسل لا علاقة له بالواقع، كل كلام من أجل استهلاك ومن أجل الضحك على الدقون وهذيك الآلة المنتفخة، وكما قلت في اللقاء السابق من أجل إبقاء ذلك العجل الذي يعبدونه، العجل اللي داروا لهم بخروبة والذي ظلوا عليه عاكفين. هذه واحد مجموعة ديال الأمور، أنا هذه غير صغتها باش نمهد اللي خصو يتقال من بعد. قلت بأن المقاومة الجزائرية ساعدوها الجميع بما فيها الفرنسيين الأحرار، ساعدوها سياسيا، ساعدت عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. محمد الخامس سنة 1950 رحمة الله عليه في الأمم المتحدة تحدث عن 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 القضية الجزائرية، وهنا غندير واحد الإشارة، ماشي هو البومدين هو أول واحد تكلم على تكلم باللغة العربية في الأمم المتحدة، لا هذا تزوير، أول واحد تكلم باللغة العربية في الأمم المتحدة هو محمد الخامس سنة 1957 وتحدث عن القضية الجزائرية. في 61 تكلم على الحسن الثاني رحمة الله عليه، زيادة على واحد مجموعة ديال الدول على رأسها مصر التي تعرضت للعدوان الثلاثي اللي ساهمت اللي شاركت فيه فرنسا إلى جانب المملكة المتحدة وإسرائيل سنة 1956 بسبب مساعدة مصر للثورة الجزائرية. يعني أنهم جروا على المصريين حرب مدمرة قاسوا فيها المصريين وقدموا فيها الشهداء. إذا لو أن العالم العربي والعالم كله غيتحاسب مع الجزائريين غتأديو الثمن غالي. العالم كله كيسالكم، نتوما كتسالوا حتى واحد،
انتم لا رصيد لكم عند الناس، ما عندكمش رصيد، لا رصيد لكم الا من بعض الرشاوى اللي كنتو كتعطيوها للرؤساء في الدول الافريقيه وشي دول اخرى وشي مسؤولين سياسيين من اجل قضيه المرتزقه وتقسيم المغرب. اذا انتم ما كتسالوا الناس والو، ولكن العالم كله كيسالكم. علاش قلت لكم بانكم انتم الوحيدين الذي اللي دعم، اللي كان هناك دعم عسكري وسياسي ومالي وفي كل شيء، المغاربه كانوا يؤونكم. والصوره اللي كاينه في هذيك الصوره اللي درت في بدايه ديال الفيديو، او هذيك الصوره ديال التقديم، وراه كتشوفوا فيها العلم ديال الجزائر، هذيك كاينه في وجده او تحديدا في بركان، في الضيعه ديال الصديق ديالنا السي ديال عائلته ديال علي بن الحاج. وراه اذا ركزتوا فيها راه كيبان لك فيها القاده العسكريه، القاده السياسيين ديال جبهه التحرير الجزائريه، وعلى راسهم مخروبه، وكاين تما حتى نونسيل مونتين، هذيك كانت في المغرب. والدليل الا بغى شي واحد يزيد علينا، انا ركزتوا في الصوره كاين واحد الضابط القوات المسلحه الملكيه مؤدي التحيه، وداخل الصوره كاين واحد من رجال السلطه اظن قايد ولا باشا، حتى هو مصور تما، يعني ان الصوره راه مغربيه وحنا عندنا الوثائق. نمشي للموضوع، الموضوع هو المقاومه المغربيه. انا غادي نبدا بواحد، ما غنمشيش بالتسلسل، ولكن غادي نهضر على واحد على حرب او معركه معينه، وفي اللقاء الجاي ان شاء الله نتحدث على معركه اخرى او حرب اخرى. راه حتى الاخوه تيطالبوني بانني نتحدث على معارك بعينها. انا ما غنطولش ولكن غنهضر تنقول لك بان المغاربه كانوا بوحدهم. حنا ملي كنا كنقاوموا ما كان معنا حتى واحد، كان معنا الله سبحانه وتعالى وايماننا بقضيتنا الوطنيه. غنعطيكم اول حرب وهي كتعجبني بزاف لانها ملهمة شيئا ما، وهي معركة جبل بوكافر في أي تعطى، قبائل أي تعطى في الجنوب الشرقي للمغرب. جبل بوكافر الذي يؤدي إلى جبل صغرو، هذه المعركة اللي كانت سنة 1933. هذه المعركة اللي دامت 42 يوم. الجيش الفرنسي، اقول الجيش، ما تنتحدثش على ان كومباني ولا كنهضر على باتايون ولا كنهضر على ريجيمو، كنهضر على جيش. 83000 جندي، 83000 جندي تيشكلوا الجيش الفرنسي اللي حاصر جبل بوكافر، فيهم على راسهم جنرال. هذه المعركه مات فيها 3500 جندي فرنسي، وعلى رأسهم ضابط بورنازيل كان كابيتان على ما أظن. الشهداء اللي ماتوا في هذه المعركة 1500 مقاتل من المقاتلين الأشداء ديال قبائل أيت عطا. هاد المقاتلين اللي كان العدد ديالهم 7000 جندي، وقفت 83000 جندي، ماشي 7000 مجاهد، 7000 مقاتل من قبائل أيت عطا الأمازيغ الأشاوس، وقفوا 83000 جندي. 83000 جندي يعني 16 ريجيمو، يعني 83 باتايون، أما حسب لي كومباني ولي سيكسيون بلا ما نحسبهم، عشرات الضباط وضباط الصف اللي كان في هذا الجيش، 44 طائرة بالمدافع وسلاح متطور. 7000 جندي قدوا يوقفوا هذا الجيش. شحال دامت المعركه؟ 42 يوم، 42 يوم ديال القتال. مشاو فيها 1500 شهيد وحوالي 4000 واحد اللي ماتوا من الاهالي، لان كان القصف عشوائي، ماتوا الاهالي، ومن ضمنهم العائله ديال العسوبة سلام، نسيت ما ذكرتوش القائد ديال هاد الابطال رحمه الله عليه، وكان شاب في ذاك الوقت. عسوبة سلام واحد من الابطال في التاريخ ديال المغرب. تنقول لكم كنهضر معكم تنقول لكم ردوها عليا ان استطعتم. هذه حرب دامت 42 يوم لم تقطع فيها رؤوس، وعدد الشهداء كانوا عدد شهدائنا اقل
من قتل العدو هكذا تحسب الأمور. نحن لا نتباهى، نحن نفتخر بشهدائنا ونحسبهم عند الله شهداء، ولكن لا نزيد على الناس به. احنا ملي كيموت لنا شي واحد كنتحصر، ولكن حينما نقتل من العدو نفرح. لا، هذا هو الفرق بيننا وبينك. حنا ما كنزيدوش مليون ونص مليون ونص، انا قتلك مليون ونص اذا ما كنتي كدير والو. حنا كنا كنغلبوهم، كننتصروا عليهم، نقتل منهم اكثر مما يقتلون منا. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نهاية المعركة، انتهت المعركة بالهدنة، ماشي بالقتل وقطع الرؤوس وديها لفرنسا وديها في المتاحف. لا، حتى شي الراس ديال المغرب يمشي، حنا رؤوسنا لا، حنا رؤوسنا لا تقطع وكتمشي تعلق في المتاحف. هذا هو الفرق. حنا نقاوم. ونزيدكم واحد المعطى خطير، قبائل اي تعطلوا من بعد المعركه، ملي كيجيو يلقاو شي مقاتل مضروب في الرصاص في ظهرو، عائلته كتخلص الديه، تيقول لهم هذا كان هرب. وكانوا يفتخرون ان الراس اللي مات والرصاص في صدره ان كان مقدما ولم يكن مدبرا. هادو هما المغاربه، هذا هو تاريخنا. انا هضرت باختصار على هذه المعركه، هادو تجيو نتوسعوا فيها نتوسعوا فيها. انا عطيتكم الارقام اللي هي ارقام مهمه، 83 الف جندي، ونزيد عليهم المقاتلين ديال اللي كانوا معاهم، ديال الخائن المجرم ديال التامر كلاو، لانه من الاسباب اللي خلى الناس ديال القبائل اي تعطى يثورون ويرفضون الانصياع للمخزن بسبب الظلم والقهر ديال هذاك المجرم. وانا انتمي الى منطقه ديال ايت بلاد، او المنطقه ديال ازيلان، ايت بلاد تنتمي لمنطقه ازيلان. نحن نعرف ذلك الشخص، والناس ديالنا عانوا معاه مزيان، لان من عندنا حنا كاين واحد الممر اللي كيخرج مباشره للمنطقه التنغير، لان كيربط كيفرق بيننا وبينهم غير الجبل. كاين الممرات تنسميو حنا تيزي، كاين الممرات داخل الجبل اللي كتخرج لديك المنطقه. ونعرف القصه تتحكى عندنا اكثر مما نعرفها من كتب التاريخ. هذا جزء من تاريخنا، قدمنا الشهداء، وكما اقول حاربنا وحدنا، ما عاونتنا لا مصر ولا تونس ولا فرنسا ولا المانيا، كنا وحدنا والله معنا. واستطعنا اننا المغاربه قاموا من 1912 ل 1933 سنوات، ما توقفش القتال، تحول الى شكل اخر من المقاومه داخل المدن اللي كانت تقودها الحركه الوطنيه والمجاهدين اللي معروفين بحال علان بن عبد الله، بحال الزرقطوني رحمه الله عليهم جميعا. هادو الناس اللي داروا شكل اخر من اشكال المقاومه. وفي 1957 غتبدا عاوتاني المقاومه بشكل اخر في اطار جيش التحرير، وهذا غنهضروا عليه ان شاء الله، جيش التحرير لتحرير ما تبقى من 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 مناطق المغرب، لاننا حنا ما توقفش عندنا البارود، حنا باقيين كنشموا ريحه البارود لدابا، حنا اللي موقفش عندنا البارود. اما الجزائر توقف عندها اطلاق النار سنه 1963 في حرب الرمان، حنا لا، باقي البارود دابا عندنا كنشموا ريحته. هذه غير غادي كل مره غادي نهضر على 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 جزء من المعارك اللي خاضوها المغاربه من اجل تحرير الوطن، لان بلادنا ما خديناهاش بالصداقه، ولكن خديناها بدماء الرجال. غير حنا ما فيناش الخرطي بزاف، ما كنبقاوش نتباهاو، لا نتباهى، حتى عندنا ما نقولوا. حنا ما نبقاش نقولوا حنا مليون، حنا شعب المليون، حنا شعب المليون شيء، ما عندناش هذا الشيء. حنا نتحدثوا على المستقبل. الفتره ديال الاستعمار احتلتنا فرنسا واسبانيا، قاومناهم، قتلوا فينا وقتلنا فيهم، قتلنا فيهم اكثر مما قتلوا فينا، سالت خرجوا بحالهم، انتهت المهمه. حنا لا نعيش على الاحزان ونبقاو نجتر الماضي، إيه الماضي اللي نفتخر به. الاستعمار كنعرفوه وكيعرفنا، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه ديال الهوس. اظن ان الرساله واضحه، شكرا، والى لقاء اخر ان شاء الله نكملوا فيه النقاش حول المقاومه المغربيه، وغنحاول مره مره نتوسع، ما كنبغيش نبقى نكثر لكم، باش نخلي لكم المجال انكم تمشيو تقراو. انا ملي نقول لكم مثلا معركه جبل بوكافر، ماشي الانسان غير لجوجل وغيلقى، وغادي صراحه غادي يحس بالفخر. شكرا والى لقاء اخر ان شاء الله.